ملوخيه بلسان عصفور. عايزه اقول لكم نكهه جديده ومختلفه بس لطيفه قوي. اول حاجه قبل ما اعمل اي حاجه احط لسان العصفور كده مع حبه زيت، مش بتاخد وقت خالص، ماشي، واشوحه كده كويس قوي لحد ما لسان العصفور يتشوح. طيب هبتدي هنا احط المرقه، دي مرقه العكاوي بقى، خلاص مرقه الكوارع حطيتها. انا هنا حطيت كوارع على العكاوي، لكن الملوخيه هعملها بمرقه العكاوي بس مش حلو تبقى دسمه قوي. خلاص طيب هحط، انا بس خايفه لا اقلل شويه المرقه واحط الملوخيه احسن كده احسن تطلع صيصه. وانا صراحه بحب اعمل ملوخيه، وعايزه اقول لكم انا بحب الملوخيه بتاعتي جدا اهي كده، يعني انا مش بشكر في نفسي في الموضوع ده بس انا فعلا بحب الملوخيه بتاعتي، بعملها بمزاج قوي. في المره دي هعملها بتركيه كده مختلفه، لسان العصفور والطماطم بالنسبه لنا مختلف شويه. خلاص طيب اهو سيبوه كده براحته خالص، وتعالوا اوريكم بقى العكاوي والكوارع اهي اللي احنا سلقناها. طبعا انا في الفاصل شلت الريم، احنا متعودين نشيل الريم. خلاص اوكي طيب هنقلب كده الملوخيه، احط معلقه كده من الثوم الني مع حبه كزبره مع مكعبين زبده او سمنه بلدي المتاح عندكم، مش عارفه ماله لسان العصفور ماله. اهو نقلبه كده ونقلب الملوخيه كده لحد ما اشوف محتاجه مرقه تانية ولا لا، يعني بصوا كويس انا قللتها، اشوف محتاجه مرقه تانية ولا لا اهي، بس عايزه تتفك شويه. ماشي واسيبها بقى ايه تتسبك شويه. هنا بصوا هبتدي بقى احط حبه صغيرين قوي، انا عايزه يا دوبك يستوي ماشي، عشان كده ما حطيتش مرقه كتير على الملوخيه عشان لسه فيه لسان عصفور ولسه فيه الطماطم والكزبره والثوم. دوقوا الوصفه دي جميله جدا جنب رز ابيض، حتى لو لوحدها من غير اي حاجه، ممكن نكون عاملين مثلا عكاوي او مكعبات لحمه مسلوقه نقطعها جواها ممكن، لكن انا النهارده ما عملتش كده عشان العكاوي والكوارع هناكلها جنبها. ماشي طبق جميل جدا جدا جدا، جميل وطعم وجديد وهيعجبكم قوي. بس اهو ده خلص خلاص بقى جاهز، هعمل له تشويحه صغيره بس وانا جايه اقدمه في الملوخيه. ولسان العصفور لا عايز يستوي شويه كمان، بصوا هسيبه يستوي براحته خلاص اهو، وهنسيب لسان العصفور يستوي وابتدي احط لسان العصفور هنا قبل ما الملوخيه، زي ما بقول دايما انا مش عايزه الملوخيه بتاعتي تغلي اهو، بس لسان العصفور ما يبقاش اكتر من الملوخيه، عشان كده بسويه لوحده عشان لما ينفش واحطه ما احسوش اكتر من الملوخيه. كده كفايه قوي، نقلب واشوف ادوق الملوخيه محتاجه، لا ممكن احط معلقتين كمان، محتاجه ملح، محتاجه فلفل، نقلب هحط معلقه واحده بس جوه كده، نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب
رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.